تنطلق بداية أحداث هذا اللقاء بقيادة هذا الحكم، الحكم الدولي محمد الشحومي. ونبدأ أولا بتشكيلة فريق الضيف الأولمبي. الكرة عند البرعصي، هذا هو محمد البرعصي، لهم الأهداف 8 أهداف، استقبلت شباكة، هذا هو هداف فريق الاتحاد. هاي فريق الاتحاد، كرة عند ربيع، يلعب كرة طويلة راسية ولكن بعيدة، زاهو مراد يلعب رمي التماس طويلة، فرصة لصالح الأولمبي، فرصة للأولمبي ولكن الابعاد صالح الأولمبي، فرصة الآن تسديد مرة أولى، مرة ثانية ولكن الابعاد، قلات لصالح فريق الأولمبي عند مصطفى المنير، ولكن الأول فلي من اللاعب ناجدرا، ناجدرا حسب تقدير طبعا الدولي محمد الشحومي. لتعود عند كاستا، يمر بشكل طيب، فرصة على العرضية، يلعب كرة عرضية، فرصة لصالح الأولمبي، ربيع يلعب كرة طويلة ممتازة ناحية الهرام، الهرام يتحصل على خطأ بالفعل، خطأ على المدافع محمد القرماخ، الصفراء لصالح الأولمبي، ربيع وسند، سند يلعب كرة ممتازة، ممتاز رائع يا رائع جدا، غلط بها الحارس أسامة الملدنسي، أول أهداف اللقاء، أول أهداف سند الفلي فريق الاتحاد، هذا هو الهدف، رائع يا سند، لعيب يا سند، بصراحة هدف رائع، ركلة حرة كانت من سند الفلي، لعب الكرة في نفس اتجاه الحارس أسامة الملدنسي، أخرى لصالح فريق الاتحاد عند الهرام، الهرام لكن الكرة تبعد لترجع مرة أخرى لصالح الاتحاد، محمد الأجنف للهرام، الهرام ينطلق في الجهة اليمنى، يمر بشكل طيب الهرام، يتحصل على خطأ بالفعل، خطأ لصالح أحمد الهرام، هذا هو أحمد الهرام، تدخل كان من المدافع محمد القرماجي، بطاقة صفراء، كرت أصفر للقرماجي، والبطاقة الحمراء بعشر لاعبين، الأجنف يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، رصية هدف ثاني، هدف ثاني لصالح الاتحاد عن طريق الفواري، عن طريق الأسمراني، لتعلن عن الهدف الثاني لصالح الاتحاد. إذن متابعينا الكرام، فريق الاتحاد يضيف الهدف الثاني، كوامي ألفونسو، فريق سند الورفلي من تسديدة من خطأ خارج منطقة الجزاء، ألفونسو، إذن هدفين مقابل لا شيء، لاعب المدافع محمد القرماجي، خطأ لصالح الكاستا، سلامات لمحمد عثمان، الإبعاد من الصبو، الصبو ينطلق، معتصم بالله يحتفظ بالكرة، يبحث عن الهجمة العكسية، يلعب كرة لمحمد فتحي، اللاعب عند الهرام، أحمد الهرام يلعب كرة لمعاد عيسى، معاد يتحصل على رمي التماس، محمد الأجنف يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، الكنترول من معاد، معاد يمر مرة أولى، مرة الثانية والثالث، والثالث للاتحاد عن طريق معاد، عن طريق معاد عيسى، معاد يضع البصمة، معاد يضع الهدف، اتحادية في شباك الأولمبي، هذه هي الإعادة، تلاعب معاد بدفاع الأولمبي وتمكن من إحراز الهدف الثالث، أكيد فوز مهم ومهم جدا إلى حد الآن للاتحاد على حساب الأولمبي، الخوجة يلعب كرة معاد، معاد الهرام، فرصة لصالح الاتحاد، ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد، أحمد الهرام في مواجهة أسامة المندلسي، الهرام يضع كرة في الشبكة، إذا متابعينا الكرام هدف رابع لصالح الاتحاد، هدف رابع من علامة الجزاء عن طريق أحمد الهرام، إذا الرباعية للاتحاد على الأولمبي هنا في ملعب أبو سليم، هدف رابع جاء من علامة الجزاء من أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي،
وأربع أهداف مقابل لا شيء. هذه هي اللقطة، لقطة الهدف الرابع من علامة الجزاء. أحمد الهرام مع محمد فتحي انطلاق الآن عند كوامي ألفونسو. كوامي ألفونسو، كوامي، كوامي يلعب كرة عرضية، فرصة لا فرصة، والخامس خماسية اتحادية في مرمى الأولمبي. دار متابعينا الكرام، هدف خامس، مارسيلو يضيف الهدف الخامس. خمسة أهداف، الأسيست كان من كوامي ألفونسو، والإنهاء كان من اللاعب محمد خليل. إذن خمسة أهداف لصالح الاتحاد مقابل لا شيء. هدف الخامس عن طريق محمد خليل، نلعب في الوقت بدل ضايع. إذن متابعينا الكرام، هناك كرت أحمر من الدولي محمد الشحومي، طرد للحارس. لقطة الهدف، لقطة الهدف الخامس، هدف اللاعب محمد خليل. طبعا أجرى كل التغييرات في هذه الحالة. طبعا أحد اللاعبين سيكون حارس المرمى الحمراء، والتنفيذ عند الكاستا. الكاستا يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، الابعاد من محمد خليل، تعود محمد فتحي، افريد نجوما، تعود من جديد عند الكاستا. نلعبه في اللحظات الأخيرة متابعينا الكرام. كرة لصالح الأولمبي، محمد الكاستا مع محمد فتحي، تعود من جديد عند الياس بن حسين. إذن متابعينا الكرام، متابعين مباراة الاتحاد والأولمبي، صافرة الحكم الدولي محمد شحومي تعلن عن انتهاء أحداث اللقاء.